من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم ركز على حوافزي، خليك في حوافزك انت. ايوه اهو. ايوه لا مفيش حاجه مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قلانه جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه؟ انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم. يا بني ادم انت هنا في بيتي وانا ولا هديك على وجهك. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها؟ ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي. معلش اتاخرت عليك. الله معتز. ازي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ ترابورة. ايه؟ ترابورة افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش مهم كم كان. واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده ما عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. ده صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه حبيبي؟ معلش معلش. خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حزب. ده جون فينا يعني؟ في مصر؟ بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا. قلت لك، انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع. رد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي الطاري وربطته. سمعتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها؟ عالية جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين، تقدمت اسكتلندا وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنية فيها متابعة كانت رائعة. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعة الخامسة الى نقطة رقم 14. السلام عليكم. سلام وبركاته. اوعى تيجي جنبها. ها؟ لا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله، ايه ده؟ المفروض ان دي شركة محترمة. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد جامد جامد. اتقل جامد. ايوه بس. ايوه. شكرا. ها ايه رايك بقى؟ في الخمسين خط انا عنايه ليكم. في الموضوع اللي قلت لك عليه. ايوه ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط. اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد، كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده. هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركه، تجيب لنا شويه بيانات بسيطه عنه، عنوانه، سكنه، حاجات سهلة جدا. ها؟ يعني انتوا عايزيني اسرب بيانات العملاء؟ ايوه ايوه ايوه. ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد اخلاقي. يا سيدي سلامة مبادئك واخلاقك وصلاحياتك، الموضوع بسيط جدا. الانسانة دي ايه؟ انسانة؟ هي كمان انسانة مش ذكر؟ مستحيل مستحيل يا عماد. البنت دي غلبت من عنده خاتم الماس 9 قيراط
وغيرت عنوانها. لا عرفنا لها عنوان ولا سكن ولا بيت، لا احنا ولا البوليس، وانت الوحيد اللي ممكن تخدمنا في الحكايه دي. ما ينفعش يا عماد، مستحيل مستحيل. 100 خط. وعايزين موبايلها كمان ولا العنوان بس ولا كل البيانات؟ برضه لا، مش انا، مش انا يا استاذ اللي يعمل كده، مش انا يا عماد اللي يتجسس على بيانات واحده بنت. انا اسف، الزياره انتهت، اتفضلوا. انا اللي هتفضل. مشروع الخطوط اتلغى. ولا كل خطوط العالم بعد اذنك. انا شريف. انت فاشل، انا عايزك تبيع لي خطوط. ما عنديش مانع، بس انا ليا طلب، عايز اقول حاجه كده. هدي لك 5000 جنيه. مش فلوس، ال 200 خط دول انتوا عايزينهم امتى؟ 200 ايه يا ابني؟ احنا كل اللي قلناه 100 خط بس. مين قال 300؟ انا من ساعه ما جيت هنا وهم 400. موافق موافق. على فكره هي عندكم بالتاكيد، احنا دورنا في كل الشبكات التانيه ملاش اي وجود. اتفضل. 400 خط. ده طلب الشركه. قول لي بقى اسمها ايه؟ وعنوانها؟ ورقم موبايلها؟ وكل بياناتها. يا ابني امال انت هتعمل ايه؟ معلش معلش، نسيت، متوتر متوتر. فهمت؟ خلاص فهمت فهمت. اسمها ايه بقى؟ سارة محمد المهدي. اسم جميل. اوكي يا جماعة، ان شاء الله بكرة الصبح ال 500 خط هيكونوا عندكم. السلام عليكم. السلام. امسك كده يا راجل، ارفع رجلك ارفع رجلك. بس خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكلة؟ علشان خاطر يا نوجة، دي خدمة إنسانية لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه النهاردة. لا يا طارق، ما تسبليش بليز. 5 ثواني. نو. هخش الكنترول روم 5 ثواني اجيب البيانات واخرج. 5 ثواني. نو. طب 3 ثواني. نو واي. طب نص ساعة. طب نص ساعة، اوكي. مرغني طارق، ايه اللي جابك هنا؟ نجوى عايزاك تحت. نجوى حبها خريت على طول. بس حب من طرف ثالث. يعني ايه؟ اول مره اسمعها دي. يعني هي بتحب واحد واحد بيحبها، وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على الاولاني، عمرها ما حكيت لي عنك. طب هي عايزاك تحت. طيب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ ما هي قالت لي استناك هنا لغايه ما تطلع تاني. هي لسه كده؟ ايوه انا خدت منها اذن. طيب هكدب عليك. عايز انزل الاقيك طرف اول. خلص. ايوه ساره 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 الضفراوي، ساره معنا، ساره محمد المهدي، ساره محمد المهدي. ايوه ساره محمد 15 شارع المعادي. تمام قوي. طيب ربنا يستر. ايه ده؟ ايه ده؟ 5-7 ده رقم الاستاذ اسامه منير. اتصل. الو، هاي يا اسامه. على فكره الحلقه حلوه قوي النهارده. ميرسي ليكي، ربنا يخليكي. الصوت ده انا سمعته قبل كده. ايوه الكمبيوتر بتاعي فيه كان رقمه. ايوه 17. لا انت بتعمل ايه هنا؟ فيش، كنت عايز اتكهرب بس ما عرفتش. وانا كنت عايز احب بس ما عرفتش. ليه حصل ايه؟ قعدت ترغي ترغي وما فتش من اي حاجه. طيب معلش. طب افك انا بقى. طب ما افك لك، انا معايا فك. طب معاك 10 خمستين؟ لا معايا 6 8. يا راجل وافك لك وبتاع، عمال ترغي وموقفني. اقعد اقعد يا مرغني. سلام. ماشي. جرب بقى الوصله، رب تكون اشتغلت. علشان كده حاسه ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني. صدقيني يا ريهام، الحب هيجي لوحده. كتير قوي نقعد ندور على الحب. دي ريهام صديقه البرنامج. اخطاء كبيره جدا. ايوه الحب ده اسمه نصيب، هيجي لك لوحده. شكرا ليكي على تجربتك. ازاي تبقى نصيب؟ خلينا نهدي لك الاغنيه اللي جايه. السلام عليكم. معتز فين؟ هتلاقيه فوق. معتز انزل.
عبد الله على السلامة، اركن العربية في أي حتة واطلع. أنت عارف إني لا أستطيع الطلوع، أنزل أنت، أنزل بسرعة عايزك. خلاص خليك أنا نازل. بسرعة. طيب خلاص. رهيبة، رهيبة رهابة. القهوة. قهوة إيه يا راجل دي تقرف. أنا بتكلم على البنت اللي أنا كلمتك عليها قبل كده، صوتها، صوتها يا معتز تحفة. أنت بقى سمعت صوتها فين قبل كده؟ سمعتها بتتكلم مع الأستاذ أسامة منير. إيه؟ أنت لسه بتسمع البرنامج ده؟ لا يا راجل. لا لا ده بالصدفة بالصدفة، أنا ما خلاص بطلت. أيوة كده. أنا عايزك بقى وزة تعرفني عليها. بقول لك إيه؟ إيه؟ ابعد عن الليلة دي خالص واديهم رقمها. لما أتأكد الأول إنها مش نصابة. ولا دي أكيد بنت ملعب وأنا عارفها. إخرس! أنا ما أسمحلكش تقول عليها كده، تفهم ولا لا؟ ولا أخرج بره الموقع يلا بره. أنت مش محترم وضلالي. ولا أنت بتعتني قدام العمال؟ أيوة. شهادوا يا عمال مصر. ولا امشي يلا. هاي يا جميلة، أنت فين؟ في الشغل. لسه خارجة حالا من عند المدير. طب ما تعدي عليا تاخديني ونروح المطعم اللي جنب النادي الأهلي. الفرصة جت. المطعم ده فين؟ أيوة ده في الزمالك. طب يلا باي. جميلة، ولا أقولك مش قادرة أخرج، ما تيجي نتغدى عندي في البيت. طيب خلاص هستناكي. أوكي. إيه الأشكال دي؟ أكيد بتهزروا. طب أنا أكلمها على الموبايل. آه اتصل بيها على الموبايل وأشوف. الله ده أنا نسيت الموبايل. شيل الفيشة شيل الفيشة. انا قفلت قفلت. انت بتحكي على ايه؟ مش انا اللي بتكلم اهو. بقول لك ايه لو سمحت. نعم. في مطعم تاني او كافيتيريا او حاجه هنا جنبكم ولا حاجه غير دي؟ اه اللي لازق فينا ده على طول هنا كده. اه يا راجل يا راجل. يا ساتر. ممكن تفهم بعد اذنك؟ لا شكرا. يا ترى يا ترى هتطلع اي واحده فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. ايه الصحراء دي؟ سوري يا جماعة معلش لو سمحتوا اللي عاملة تليفونها سايلنت يا ريت شغل الجرس. ها؟ انت يا استاذ. ايوه اطلع برا لو سمحت. حاضر. ما جاتش ليه بس؟ لو سمحتي هو حضرتك داخلة هنا تعملي ايه؟ اكيد تقصدي المحل اللي جنبنا على فكرة. يا سلام خش شوف الشعور اللي جوه بكرة تتعقدي. ترى بلكونتك بتبص على الشارع. هتجي سارة. حلو قوي. ايه ده؟ هي حامل ولا ايه؟ لا لا لا. ايه الحيوان ده؟ ده شكله كلب.
تعمل ايه؟ مستشفى مستشفى. ام 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 او اس. ايوه الو مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربيه اسعاف. يا رب ولد ولد. ايه دي مش حامل؟ يا رب تقوم بالسلامه. يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجه حاله تسمم. واضح انها شربت حاجه مشنطيطه غصب عنها. اغتصاب؟ اغتصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكره بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم. نسأل النهاردة عن مواصفات فتاة. هو ده الشريط اللي بدور عليه. مواصفات فتاة أحلامك يا ريان. ياه ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. ربنا يخليكي. ميرسي خالص. طب المواصفات الأساسية؟ يعني يبقى حالم طيب، وأتمنى يعني إنه يبقى جذاب جدا طويل، ويا ريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ وطبعا دي كلها مواصفات أولية. إيه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي ده تعجيز صفة واحدة بس هتختاري ايه؟ الاسئله دي من بره المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم 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 بس وسيم بس وسيم بس خلاص. وسيم عرفت. وسيم عرفت. وسيم عرفت. وسيم عرفت ان انا وسيم. وسيم 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 وسيم. الو ما
معتز الحال يا معتز الشريط حيموتني. معتز معتز انا بتصفي يا معتز. انت ايه شريط 24 ساعه؟ مش فاتح ده. انا فتحت لك باب الكاسيت عملت فيا كده. اما لو فتحت لك باب الشقه هتعمل فيا ايه؟ زباله وبتشتم كمان. هات الزباله يا استاذ طارق. اجري يا عم تسوق من عندك. في شريط متوحش بره. شكرا شكرا. طارق بيه زي صحتك؟ اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا استاذ فادي؟ عملت لنا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في النمرة. في رقم الموبايل. والله هو الحقيقة يا أستاذ فادي أصله الـ يعني البيانات مش تحت إيدي قوي، فأنا محتاج بس شوية وقت كده. شوية وقت؟ قد إيه؟ يعني يومين، ثلاثة أيام، شهر. ثلاثة أيام وتكون جاهز، أوكي؟ أنا هتجنن، هموت وأعرف مين اللي وداني المستشفى وجاب لي الورد ده كله، ده حد شكله مهتم بيكي يا جميل. إيه ده؟ لا لا لا، المحل شكله في الدور اللي فوق. ارجعي ارجعي. المحل اهو ده قافل. يلا ايه ده؟ راحوا فين؟ راحوا فين؟ نازل جراج. جراج ايه؟ لا انا رايح المعادي. ادي ده لمراتك. انا معتز. اما تدخل. تعال تعال انت اللي تخش. ايه اللي حصل لك يا فهد؟ هحكي لك. تعال. تصدق السقف عندنا حلو قوي يا راجل؟ انا حاسس ان انا مش هشوف الارض تاني يا معتز. تعال تعال. بس يا سيدي فقلت اروح قبل ما اموت. انا حاسس ان انا على ما اكلمها هكون اتشليت يا معتز. عشان انت قديم وطريقتك قديمه. انت لازم تغير طريقتك دي. انا لا يمكن لا يمكن اغير طريقتي في التعبير عن الاعجاب في الحب ابدا. بص 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 بتتكلم ازاي اصلا؟ ما انا مش عارف ابص غير لفوق. يبقى لازم تسمع كلامي. كل حاجه فيك لازم تتغير. شخصيتك وافكارك، منظرك اللي عامل زي امين الشرطه ده. لازم تغير شكلك. انفخ شفايفي يعني؟ شنبك. انفخ شنبي؟ لازم تحلق شنبك. اخلص وياك تجيب سيرة شنبي تقعد. جميلة ازيك؟ انا جاتلي الدعوة اهو. اكيد جاية. هي دي مدرسة معتز. انت بس لو تفهمني هتعمل ايه. سيب كل حاجة عليا وانا هدخلك. يا عم ابو سويلة منزل ايدك. لو عوزته تاني يبقى ربيه. ده لو رضي يطلع. اسم حضرتك ايه؟ عمر. عمر؟ عمر مين؟ عمر ابو الوفا؟ ايوه عمر ابو الوفا. اوكي. اصله عارف اكتر مني. اتفضل حضرتك. وحضرتك؟ انا صاحبه. لا انا اسفه خالص حضرتك، مش ينفع تدخل. ايه؟ انا متاسفه. ايه ده؟ ما تنفعلش، انا هتصرف. خش انت وانا جاي لك. انت ما تاخرش. خش خش خش. ايه يا عم وانت ماشي بظهرك ليه؟ بدور على حد بس. انت مين بقى؟ هفهمك. عمر؟ ما انا هشرح لك اللي عمر ابو الوفا؟
يا دفعة استر عليا. عمر ابو الوفا رجع، عمر ابو الوفا رجع يا دفعة. هو كان هربان ولا ايه؟ يخرب بيتك يا معتز. عمر ما صدقتش لما قالوا لي انك هنا، شكلك اتغير خالص. ايه ده؟ امريكا غيرتك خالص؟ ما انت عارفه بقى هناك امريكا رطوبه وبرد وحر وصهد وتراب. شكلك لسه شقي زي ما انت. مش قوي يعني، نص نص. اهلا. اقصد نسيت اعرفك، امل خطيبتي. اهلا 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 اهلا. صباح الفل، ازيك يا امل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ابن انكل ميرفت صح؟ عارف بابي؟ امال ايه؟ طبعا واعرف عمك سعاد. ايه الحفله الجميله دي؟ هاي. أنا هو. أنت إيه ده أنا؟ يا راجل، طب أنا وأنت إيه؟ ما إحنا واحد. لا مش واحد. آه عشان لما أجي بقى يبقى شاورلي، ها؟ لأن أنا مش فاكر شكلي أوي وأنا صغير. على فكرة كنت شقي أوي وأنت صغير. هو إحنا عملنا إيه بالظبط مع بعض؟ ها؟ بس عشان أمل يعني. طب وأنت عاجبك اللي بيعمله أمل ده؟ الله، ده أنا لسه بشتكي لك من أمل، تعملي زيه؟ مش معقول. لخبطتوني. الطالب المتفوق عمر ابو الوفا. انت عمر؟ انت ابو انا الوفا. بينادوا عليك. ده انا. فين عمر ابو الوفا يا جماعه؟ الحمد لله. عمر انت فاكرني؟ انا مش ناهد. الله طبعا، امال ايه؟ ازاي حضرتك تقولي كده يعني؟ ده انا ما كنتش بفهم من حد غير حضرتك. انا مش ناهد بتاعه شؤون الطلبه. دي كانت ماده صعبه قوي بصراحه. طيب سلمي لي بقى على الجماعه اللي جنبك. مساء الخير. مساء الخير. كان انا كده؟ اتفضل اتفضل. ده ايه ده؟ ماله ده؟ مش نسر. احكي لنا يا عمر عن دراستك الهندسه والحياه في امريكا. خير خير خير. طيب الحقيقه انا يشرفني بصفتي طالب من الطلبة المتفوقين أني أقف النهاردة هنا وأكون عبرة لكم. الحقيقة واضح من كلامكم أنه أنا درست هندسة في أمريكا، وواضح كمان أن في إجماع على كده، وخلينا فاكرين مع بعض أنه أنتوا اللي أجمعتوا مش أنا. كنت عايز أقول الحقيقة يا جماعة، وأنا عايش في أمريكا، في يوم من الأيام كنت بتمشى على النيل بتاع أمريكا اللي هو في شارع امريكا العمومي، وحضرني موقف، حضرني موقف يعني. حضرني. طيب يعني على ما احضرني الموقف، خلونا نتكلم شويه بصراحه. هيحصل ايه لما نتكلم مع بعض بصراحه؟ حضر الموقف، موقف جميل، موقف كله شفافيه. يا جمال ازاي؟ وانا في غايه السعاده. انا مش عارفه حد خالص. انا مبسوط قوي. انا مبسوط قوي. مين ده؟ واحد من الطلبه. ده عمر بالوفا مهندس هنا في هذه المدرسه. مدرسه اللي انا متخرج منها، مدرسه اللي انا كنت مجتهد فيها، مدرسة المستقبل الدولية للي فات.